السلام عليكم، هلا فيكم فلوق جديد. ما يحتاج اتكلم من هنا فيه، جاي بنقضي في المارت بعدين نرجع البنك برضه نكمل اجراءات، يمكن نروح التارجت، يمكن يخلص اليوم كذا نشوف. احنا الاصل كنا بنروح البنك اول شيء، لكن صارت الساعه 12 فقلنا نروح الوالمارت قبل، لان البنك راح يكون عندهم البريك حق الغداء. الحين صارت الساعة 1، خلص البريك بنروح البنك الحين وبعدين يمكن نروح تارجت فنكمل. وصل نقاب، طبعا جاي انا النقاب بس عشان اشتري العطر، عندهم عطر يعجبني. هذا هو العطر، شيك عطني رايك. صح كيف؟ اي حلو. هذا هو وصلنا التارجت. جيم بما ان العشاء بيكون عندي فجاي تونن كنتري بشتري دجاج حلال ان شاء الله يذوب قبل ما يجون الشباب. كيف الحال يا صام؟ الحمد لله. شو اخبار؟ طيبين؟ شو ايش راقل خلف الكواليس؟ ما انت بنازل؟ جمعة فرايدي. يلا يعطيني العافية، أول مرة أطلعكم ومشيكم بالسيارة عندي. ما شاء الله. إيه. هذا آخر مرة يمكن، بس لا تنسونها، لا تنسونها إني طلعتكم مرة وديتكم المطعم. واحد 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 واحد. إيه داخلين سجن؟ يلا أتوقع كذا نخلص الفلوق، خلاص بنجلس مع الشباب هنا. ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.